التلج ده يا فندم بقى بعد ما يعني ساح تحول بقى لتجمعات ميه ولا ايه؟ يا فندم تم تصريف كل المياه اللي موجوده في الشوارع الرئيسيه والميادين والبواقف وتحت الانفاق وفي الكباري، منازل ومطار الكباري. هتقولي لي اسكندريه خلاص كلها نشفت؟ لا طبعا، عندي الشوارع الجنبيه لا زالت فيها كميات متراكمه، ولكن كميات تسمح للناس انها تمشي، كميات تسمح لاولادنا اللي رايحين مدارس انهم يمشوا، مش لا تمثل مشكله او اي اعاقه مروريه سواء للعربيات او للمواطنين. النهارده بقى كان في اجتماع مهم مع السيد رئيس الوزراء بخصوص البحث عن ايجاد حل جذري، وده اللي كنا بنتكلم عليه بقالنا يومين مع حضرتك، ويمكن من مده طويله بنتكلم عليه حل جذري لمشكله الاسكندريه ومشكله الصرف في الاسكندريه. اعتقد حضرتك عرضت دراسه جامعه اسكندريه اللي حضرتك كنت قلتها لنا قبل كده، كلمني عن هذا الاجتماع، ماذا دار فيه؟ في البدايه طبعا مش عاوز اقول لحضرتك قد ايه فخامه الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء مهتمين جدا بمشكله الامطار في الاسكندريه، لانها اصبحت مشكله مزمنه منذ عام 2015 وزياده كميات الامطار والكلام ده كله، فهي بقت مشكله مزمنه. في معطيات كتير عندنا في محافظه اسكندريه لابد ان نراعيها. اولا لازم نبقى عارفين ان عندنا خصوصيه للمحافظه في كونها انها تعتبر محافظه تراثيه واثريه، ممكن لو فحتنا مترين بس او متر واحد بتلاقي اثار في مناطق كتير جدا، فبتبقى بتمثل مشكله لها خصوصيه. خليني ابدا طبعا من بعد الحادث الامطار اللي فات اللي كان فيه تعطلت الحركه المروريه 3 ساعات، كان دولة رئيس مجلس الوزراء تواصل معانا وامر لابد من اجراء دراسات عاجله جدا عشان نحل مشكله اسكندريه مشكله جذريه. رجعت الدكتور عبد العزيز فرنسوا اللي هو رئيس الجامعه وهو كان محافظ السابق، والراجل بعت لنا دراسه كانت معموله 2015 عملها في كليه الهندسه واتعمل لها ابديت في 2019. الحقيقه الدراسه انا اطلعت عليها بالكامل، دراسه رائعه تشمل كل اسكندريه بالكامل العشر احياء، فيها حلول جذريه وحلول قويه لاسكندريه على المدى ال 25 30 سنه القادمه ان شاء الله. والخطه بتاعه كليه هندسه يعني فيها قسمين، قسم عاجل جدا اللي هو نشتغل فيه اعتبارا من بكره، وقسم آجل نخلصه على مدى سنوات معدودة. خليني أتكلم يا أستاذ رميس، الخطة العاجلة جدا اللي هي حطتها الجامعة كانت تعتمد على مراجعة وصيانة حالة الطلمبات في كافة الأنفاق. تخيل حضرتك أن كل الأنفاق اللي موجودة دي فيها طلمبات اسمها طلمبات غاطس موجودة تحت النفق، دي اللي بتشغل الماكينات اللي بتشفط المية وتنقلها للمحطات الاخرى. دي بتبقى طبعا مضى عليها مده طويله جدا، بتبقى محتاجه صيانه، محتاجه رفع كفاءه، محتاجه تطوير، فالامر ده مهتمين بيه جدا. ثم اتكلمنا في عمليه تطهير الشنايش والمطابق. البعض يقول لك طب ما تطهروها معاكم وقت كتير. عفوا انا عندي 94,000 مطبخ و 34,000 شنيشه، كل ده عاوز يتطهر، لان بعد كل نوه الشنايش دي كلها كل التراب اللي في الشارع وكل القمامه بينزل فيها، يعني بينزل الشنايش دي اللي هي زي البلعات كده مش كده؟ بلعات موجوده على في نص الشارع او في اللي موجوده على الجانبين اللي في الطريق. طبعا عمليه التطهير دي عشان انا بين نوى والثانيه اسبوع واحتاج اطهر 130,000 شنيشه مطبخ، محتاجه عماله اكثر كتير، اللود عالي جدا، محتاجه يعني عمال متواجده جنب المطابق دي على مدار ال 24 ساعه، محتاجه شغل ولود عالي على شركه نهضه مصر اللي هي مسؤوله عن النظافه في اسكندريه. اعتمدوا برضه في الخطه العاجله
في حاجه اسمها نظام الحواجز المطاطيه، وده نظام بسيط جدا ومستخدم في حواجز مطاط للشوارع اللي بيحصل فيها غرق، بمعنى ان هي الحواجز دي عباره عن حواجز بلاستيكيه ومطاط بنحجز بيها الميه في جانب ونخلي العربيات تمشي في الجانب الاخر عشان ما تتعطلش الحركه المروريه. برضه طلبوا في الخطه العاجله سرعه صيانه الروافع اللي هي ترفع الميه من تحت الارض. يمكن قلت لحضرتك يا دكتوره قبل كده ان مشكله الناس الميه اللي فوق الارض، طب واللي تحت الارض؟ اللي نزلت كلها تحت الارض دي ده يعني مشكله اكبر بكتير من اللي فوق الارض. نعم. فطبعا في روافع بتستخدم الميه دي كلها عشان ترفعها توديها المصارف العموميه اللي احنا بنوديها فيها.